السلام عليكم. خاصية قوية جدا في نظام iOS 16 لأجهزة آيفون، وهذه الخاصية تسمى نمط المنع، وهي تحول الآيفون إلى حصن منيع ضد الاختراق والتجسس. وللوصول إلى هذه الخاصية نتجه إلى الإعدادات، وبعد ذلك الخصوصية والأمن، ثم نتجه إلى آخر هذه القائمة ونضغط على نمط المنع. وتنصح أبل أي شخص يشك بأنه يتعرض للاختراق أو التجسس بتشغيل نمط المنع، وعند تشغيل نمط المنع على الآيفون سيتم وضع قيود صارمة على التطبيقات والمواقع الإلكترونية والميزات لتوفير الأمان كما تشاهدون. وإذا كنت تشك أنك تتعرض للاختراق أو التجسس، اضغط على تشغيل نمط المنع فيستعرض لك الآيفون جميع الخصائص التي ستتغير عند تشغيل نمط المنع، وبعد ذلك يمكن الضغط على تشغيل نمط المنع. ولتأكيد تشغيل نمط المنع اضغط على هذا الخيار وسيقوم الآيفون بإعادة التشغيل بعد إدخال رمز الدخول. والآن أصبح الآيفون يعمل في نمط المنع، ولا يمكن لأي جهة في العالم اختراق هذا الآيفون أو التجسس عليه. ولإعادة تعطيل نمط المنع نتوجه إلى الإعدادات مجددا، ثم الخصوصية والأمن، ونتجه إلى آخر هذه القائمة إلى نمط المنع، ونقوم بإيقاف نمط المنع وتأكيد إيقاف نمط المنع وإعادة التشغيل بعد إدخال رمز الدخول.